قام الحرس الثوري الإيراني بتحويل مجرى السيول إلى نواحي الحويزة وفتح منافذ مائية على الأراضي العراقية لكي يمنع غرق مدينتين إيرانيتين، حيث قام الحرس الثوري بحفر وتفجير السدود التي كانت تمنع المياه عن الأراضي العراقية للتخلص من الماء الذي أغرق المدن الإيرانية وحولها إلى الأراضي العراقية، أي المياه والأهوار. فنشاهد. Yeah, I don't know.